صباح الخير. على سبيل الرئيس وقبل أن يحمل اللبناني الخنجر اليمني، من العبرة لفت انتباهه الانتخابي إلى أن نيجيريا دولة 173 مليون نسمة، بلد بوكو حرام مولود داعش الشرعي، دولة الخطف واختفاء التلامذة، قد أجرت انتخابات رئاسية وفتحت صناديق الاقتراع حتى في أخطر الأقاليم الشمالية. لكننا في لبنان وبتعداد لا يربو على 4 ملايين نفتقد هذه الميزة وننقسم، هل نؤيد صنعاء أم نوالي عدن؟ قضية عربية مشتركة يحلها عربانها، فأي تيار يجرفنا إلى البحر الأحمر قبل أن نتدبر أمورنا على المتوسط فننجز رئيسا ونطلق عاصفة لحزم السلسلة وعودة أبواب مجلس النواب إلى التشريع وأقرار موازنة مفقودة منذ 10 سنين والتفرغ لحل ملف العسكريين وتهدئة خواطر الناس؟ لكن اليمين واليسار والوسط أصابهم دوار عشبة القات الخضراء، وبدأت حرب تناصر فريقا على آخر. وإذا كان دفاع الرئيس سعد الحريري عن سعوديته مفروغا منه، فأن ظهور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تعتليه الانفعالية، فهذا أيضا لا تبرير له سوى تقديم المنطق الإيراني. لكن مفاوضات لوزان برؤوسها النووية لم يعكر صفوها أنين اليمن، وها هم أطرافها سواء من طهران أو المجتمع الدولي يطلقون إشارات التقدم، حتى أن روسيا تحدثت عن نسبة من الإيجابيات تجاوزت 50%، فيما أكدت إيران ثقتها بحل كل القضايا في المفاوضات، فحرب اليمن لن تندلع في لوزان. أعلنت مسودة بيان القمة العربية في شرم الشيخ عن تأليف قوة عسكرية عربية مشتركة وتأييد عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن. وطالب مشروع البيان الحوثيين بتسليم سلاحهم للشرعية والانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء، داعيا إلى ضرورة عقد مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض وفقا لطلب الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. تقرير من شرم الشيخ لنانسي السبع. القمة العربية 26 قمة القرارات المتخذة، فعاصفة حرب الأشقاء هبت على اليمن وحل رئيسها نجم شرم الشيخ، وعنوان سوريا قرئ من فراغ مقعدها. فبعد 5 سنوات من الأزمة السورية اتفق قادة شرم الشيخ على ترك النظام والمعارضة السورية لمصيرهما. قطر ومصر وحدتهما مصيبة اليمن، أما إيران فكانت الشبح المخيم على عرب القمة. وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف، يذهب الشعب اليمني بإذن الله، لينعم الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والاستقرار. لابد من أدوات للعمل العربي العسكري المشترك للتغلب عليها، لكنه ومهما كان تقييمنا لمدى نجاح كل تلك الجهود وإزاء إمكانية تفاقم الأوضاع والتحديات الراهنة من إرهاب يداهم ويروع ومن تدخلات خارجية شرسة، نحتاج إلى التفكير بعمق وبثقة في النفس في كيفية الاستعداد للتعامل مع تلك المستجدات من خلال تأسيس قوة عربية مشتركة. ولو تعلمون ما واجهته من صعاب وتحديات حتى أحضر معكم، ومن فقدتهم شخصيا من أخوة ورفاق جرى تعرضي لأكثر من هجوم أثناء رحلتي إليكم، إلا أنني كنت مصمما على الحضور، ليس للحضور الشخصي ولكن لحضور اليمن بشرعيتها الدستورية. وباتت الأزمة السورية بتداعياتها الخطيرة اليوم تشكل التهديد الأكبر للأمن القومي العربي، وبكل أسف لم يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل لهذه الأزمة يكفل إعادة الاستقرار والسلام ويلبي طموحات الشعب السوري في الحرية والتغيير السلمي والديمقراطية. فراغ لبنان ملأه رئيس الحكومة تمام سلام، الذي حمل إلى العرب هم الإرهاب وهم بلد أنهكته رياح عواصف الأخوة التي تهدد كل مرة بتطيير مظلة الاستقرار الهش. إننا مدعوون
نحن الذين نتشارك الماضي والحاضر والهوية، نحن الذين نتشاطر الهم ونتلقى الأذى إلى إقامة سد دفاعي أمني وسياسي وفكري في وجه هذه الحالة الشاذة. وهذا يتطلب قرارات حاسمة تجند لها كل الإمكانات ويستدعي استنفار كل القوى التنويرية في مجتمعاتنا. من هذا المنطلق فإننا نساند أي خطوة تتخذها قمتنا في هذا الاتجاه، ونؤكد تأييدنا إنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب وصون الأمن القومي العربي. وندعو إلى تحييد لبنان عن كل الصراعات الإقليمية التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني. لاءات العرب لم تعد تشبه نفسها، وفلسطين التي لطالما كانت بوصلة الشرق الأوسط وعنوان وحدته حضرت خجولة وبعبارات طبعت كل بيانات القمم السابقة. فالمنطقة العربية على اتساعها لن تنعم بالسلم والاستقرار والأمن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجتها ما تزال تراوح مكانها. الأمر الذي يتطلب تبني مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق الحل الشامل والدائم والعادل المستند إلى مبادرة السلام العربية وإلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حل الدولتين وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قمة شرم الشيخ التي توقع لها البعض أن تكون قمة تعارف قادة للمرة الأولى رؤساء تحولت قمة المتفقين، أما الممانعين فغابوا صوتا وصورة. على قدر أهل العزم تأتي قمة شرم الشيخ، قمة هبت عليها العاصفة قبل التئامها وقراراتها اتخذت قبل إقرارها، ومتى اتفق العرب اتفقوا على بعضهم. من القمة 26 في شرم الشيخ، نانسي السبع، قناة الجديد. في أول ظهور متلفز له بعد إطلاق عملية عاصفة الحزم، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى وقف إطلاق النار والحوار لحل الأزمة اليمنية، كما دعا صالح دول الخليج إلى عدم التعويل على الجواد الخاسر أي الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي بعد فشله. إن الأزمة الموجودة في اليمن منذ 2011 هو صراع على السلطة بين كل المكونات وفي المقدمة حركة الإخوان المسلمين وبقية المكونات السياسية. أتمنى على الأشقاء أن لا يكابروا وأن يراهنوا على جواد خاسر، لقد راهنوا على هذا الجواد 4 سنوات والآن يراهنون عليه ولن يوصلهم إلى طريق. الأخوة الأشقاء قودونا إلى طاولة الحوار والحكم هو سنطيق الاقتراع، وقودنا وقودوا كل المكونات السياسية وستكون معكم إلى طاولة الحوار ونحتكم إلى صناديق الاقتراع في إطار التبادل السلمي للسلطة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتكلم معاكم وأحملكم كامل المسؤولية إراقة أي قطرة دم بعد اليوم. أنا أناشدكم باسم المؤتمر الشعبي العام وباسم أبناء الشعب اليمني العظيم، وأتوجه إلى أبناء شعبنا اليمني الصامد، الشعب اليمني الصابر، الشعب اليمني المناضل، الشعب اليمني الجسور، أن يتحمل وأن لا ينفعل وأن يتماسك. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا إطلاق النار في أي مكان، في أي منطقة، في أي قرية، أوقفوا. إن شاء الله تكون هذه القمة معكم ومع أمنكم ومع استقراركم، لا مع ضربات منشآتكم ولا ضرب مساكنكم ولا قتل أطفالكم. ماذا يقول الصحفيون الذين يواكبون القمة العربية في شرم الشيخ عن اتفاق العرب؟ تقرير آخر لنانسي السبع. اتفق العرب أي يتفقوا، عنوان طبل له الإعلام المؤيد للحرب على اليمن. فبالنسبة لهؤلاء قمة شرم الشيخ
قمة القمم. احنا نعتبرها قد اكون قاسي شوية في اللفظ، ولكن تظل غمة عربية الى ان تصبح، متى تكون قمة عربية؟ عندما تكون هذه القمم قادرة على تغيير الواقع وقادرة على حل القضايا والتحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية. هو موقف القوى العربية مما يحدث في اليمن، نتفق او نختلف عليه، ولكن على الاقل في شيء اتفقوا عليه. هو الشيء ده قد انت تكون ضده معاه، ولكن في حاجة اتفقوا عليها، وده حاجة نادر لما بتحصل بصراحة في القمم العربية. نأمل ان هم يتفقوا فعلا لإيجاد حلول للأوضاع في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا. والله هي برضه قمة التضامن العربي او صيانة الامن العربي زي ما هم مسمينها فعلا. صحفيون حضروا من كل دول العالم. حدث القمة لم يكن حدثا بالنسبة لكثيرين منهم نتيجة الرتابة التي لطالما اتسمت بها القمم. أما اليوم فجهزوا أسلحتهم الإعلامية لمواكبة حرب قممية. يعني هذا الحدث اللي اليوم شفناه بمصر حدث كلش مهم، شفنا تلاحم يعني يختلف عن باقي القمم صراحة. يعني احنا نعتبر هذا إنجاز لمصر. احنا قاعد نشوف موقف إيجابي من قبل الدول، وحضور يعني حضور يعني كثير من قبل الرؤساء وزعماء العرب. أعتبرها قمة استثنائية رغم أنها قمة عادية، استثنائية انطلاقا من طبيعة المحاور التي احتضنتها هذه القمة، من طبيعة القضايا المطروحة للنقاش، ومن طبيعة التوجه العربي خلال هذه المرحلة. التحديات كبيرة جدا، والتحرك العربي ينبغي أن يكون بمستوى هذه التحديات، خصوصا وأن الإرهاب أخذ يبتلع الأراضي ويتجاوز الحدود ويتحرك بشكل بشع جدا. قمة من؟ قمة عربية. هل تعتقد اليوم بظل المشاكل العربية أن فلسطين آخر جدول الأعمال؟ على ما يبدو هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية، لكنهم يفهمون العرب، وربما أكثر من العرب أنفسهم. يمن، سعودية عربية، جوردان، لبنان، ليبيا. I think the main topic is the Yemen. يوم واحد يجمع العرب في القمة، أما سائر الأيام فللعرب تتمة. نانسي السبع، قناة الجديد. ما للبنانيين ولصراع اليمن وعبد ربه وعبد الملك؟ تقرير جاد غصن. وفجأة وفي ليلة وضحاها أصبحت بيروت ترقص على إيقاع ضربات اليمن. من أجل أن يستعيد أمراء آل سعود الهيمنة على اليمن، المطلوب أن يسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي. الرئيس سعد الحريري رد عبر تويتر على خطاب السيد نصر الله، فقال: استمع اللبنانيون لعاصفة من الكراهيات ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج. فلتنتظر الرئاسة والنيابة والقوانين والناس. فاليوم يوم عبد رب منصور هادي وعبد الملك الحوثي. مرحبا مدام، سؤال، بتعرف شيء عبد رب منصور؟ لا. عبد الملك الحوثي سامعة فيه بس ما بعرف مين هو. شكرا. أهلا. يعني خلاف لازم نحل سياسيا ببلدهم، بغض النظر عن نحن مهتمين. لا انا ماني مهتم. ايه هيدا اليمن. شو رايكم فيه؟ ما بنعرف الراي ابدي، نحن عندنا راي. منهم من غابت احداث صنعاء عنهم، ومنهم من قرر مناصرة احد المتخاصمين. عم نسأل عن عبد رب منصور اذا بتعرفيه. لا والله. عبد الملك الحوثي كمان لا. الصراع باليمن هو المتصارعين باليمن. الحوثي اللي هلا هلا تعرفنا عليه بس طلع هلا جديد. شو رايك بالصراع؟ انا معه لاله. لمين؟ للحوثي. ليه؟ لانه اراءه كثير منيح، ولو ما بده مصلحه البلد ما كان ام هالفوضى هيدي. غير ان صمام الاماني يرتشف على فنجان قهوه على الرصيف بين امثال حسين الغدار وابو عمر. عبد رب منصور هذا من تبع اليمن يعني. صح. بس هادي مسمينه هن. عبد رب منصور هادي. ايه. شو رايك فيه؟ والله ما بعرف عنه شيء يا اخي. هاو جماعه، هاو السديه، وهاو المتابله، بدهم يخلفونا ببعضهم. هلا انا ابو عمر متفق. ماشي حالكم بعد؟ ماشي حالنا.
ما حدا ما حدا من اثنين يعني. ما حدا ما حدا رفيق. شو رايك بالنسبه لشو عبد ربكم منصور؟ هلا خدني على قد عقلي ما سامع باثنين. المهم تتخانقوا. تتخانق على مين؟ انا بعمر بتخانق على شو دخل. حسين غير الآبه بصراعات اليمن متقاعد في الجيش وخدمته العلم لم تشفع له عند الحاجة. أنا عسكري سابق وبعرف والله العظيم يا جاد إنه من قيم بتقيم الوحل أنت عن السياسيين وهني بيتمقطعوا فيك مثل ما بده. من كلام حسين تذكرنا أن الجلبة التي تحدثها تطورات بعيدة آخرها اليمن أنستنا أن في رياض الصلح معتصمين يقطعون الطريق قبالة السرايا الحكومية مطالبين بعودة أبنائهم العسكريين المخطوفين. إلى رياض الصلح توجهنا وإذ بالخيم خالية من معتصميها وكل الخشية أن تكون رياح الحزم قد عصفت بهم هم أيضا إلى اليمن. نحن عم نقول لك نحن ياخذين هلا قرار بهالفتره هذه انه ما يكون في اي تحرك ولا يكون في اي شيء. عم نلاحظ ما في حركه يعني. في حركه عطوا لانه اليوم سبت وحد يمكن بيكونوا اوقات طالعين على الضيعه اوقات قد كذا، بس بحر الجمعه اجمالا على طول عم بيكونوا بالليل كل خيمه عم بيكون في حدا نايم. وفي الحديث عن الجيش والمفقودين واليمن الخوف كل الخوف من أن تنفق المليارات السعودية الثلاثة في قتال عبد الملك وعبد ربه. جاد غصن، قناة الجديد. وأمام مبنى السفارة الكويتية حاول رجل خمسيني ذو ملامح عربية إحراق نفسه فسكب مادة البنزين على جسده، وقد حضرت القوى الأمنية وقبضت عليه ونزعت منه جالون البنزين بعدما تمكن أحد أفراد الأمن في السفارة من أخذ الولاعة منه، وقد ذكر أنه أراد بذلك الاحتجاج على مشاركة الكويت في عاصفة الحزم ضد اليمن، ولم يعرف ما إذا كان هذا الرجل لبنانيا أم يمنيا. الحين رحتوا وبالتزامن الحرب على اليمن مستمرة والغارات لم تتوقف عن صنعاء ومحيطها ومحافظة صعدة، ونساء صنعاء يتظاهرن بالسلاح. واصل التحالف الإقليمي على رأسه السعودية شن الغارات الجوية على اليمن وتحديدا على مدينتي عدن وصنعاء، وقد شهدت الأخيرة دوي انفجارات عدة بعد ليلة من قصف مركز استمر حتى ساعات الصباح الأولى. وقد أعلن الناطق الرسمي باسم عاصفة الحزم أحمد العسيري إن قوات التحالف استهدفت مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين، وأشار إلى أن القوات البرية السعودية وقوات التحالف ما زالت تستهدف تجمعات للحوثيين قرب الحدود السعودية اليمنية. أما أبرز هذه الغارات فقد استهدف المنطقة العسكرية السادسة ومعسكر الصباحة ومحيط دار الرئاسة في العاصمة صنعاء. كذلك ذكرت معلومات أن الطائرات السعودية استهدفت رتل سيارات مصفحة ودبابات وشاحنات عسكرية للحوثيين كان على الطريق الساحلي من منطقة شقرة المطلة على بحر العرب إلى عدن في جنوبي اليمن. المطار طبعا تعرض للضرر في اول يوم جراء العدوان الذي تم، واصيب مدرج المطار والمدرج الفرعي، وتم عمل الصيانه اللازمه وان شاء الله يعني المطار سيكون جاهز باذن الله. وذكرت مصادر قبليه ان الطائرات الحربيه هاجمت منطقتين في معقل الحوثيين الشمالي في محافظه صعده، مضيفه ان الضربات اصابت سوقا في منطقه كتاف البقع الى الشمال من صعده، ما اسفر عن سقوط 15 شخصا بين قتيل وجريح، كما استهدفت منطقه شده. كما سقط 12 قتيلا في غارة استهدفت قاعدة الصمع العسكرية شمالي صنعاء وأصابت حيا سكنيا قريبا. وأمام ضربات التحالف خرجت في صنعاء تظاهرات نسائية منددة بالتدخل السعودي. إن اليمن مسلحون أجمعين وإنا حاضرون لقتالكم رجالا ونساء وأطفال. نحن أطفال اليمن نقول للسعودية والدول المساندة لها إننا مستعدون لمواجهتكم. نظمنا هذه الوقفة والطيران الأمريكي والسعودي يحلق فوقنا. نقول اليمن الذين لا يحملون السلاح ف
واعطونا سلاحكم إن كنتم تخافون أمريكا وإسرائيل، وسنقاتل بدلا عنكم. أما في عدن فيبدو أن حال الفوضى تزداد أكثر فأكثر مع الاشتباكات بين الحوثيين وأفراد من اللجان الشعبية في عدد كبير من الأحياء. وأفاد مدير مكتب الصحة في عدن استنادا إلى حصيلة أولية لوكالة فرانس بريس أن 54 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 187 آخرون في المعارك المستمرة منذ 3 أيام بين لجان الدفاع عن الأحياء والحوثيين في عدن. في المقابل تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني لهذا القصف، وأدت بحسب معلومات صحفية إلى إسقاط طائرة استطلاع عسكرية في منطقة الصباحة. وبموازاة الضربات الجوية تواصلت المعارك على الأرض بين الجيش والقوات المؤيدة للرئيس عبد رب منصور هادي لا سيما في عدن. وتزامنا توجه مئات المسلحين القبائليين من يافع إلى قاعدة العند الجوية الخاضعة لسيطرة الجيش في لحج في انتظار دعم جوي سعودي. بين مصر السيسي ومصر عبد الناصر 3 فروق يكشفها التدخل في اليمن. معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا، ثورة قامت يوم 26 سبتمبر. بين تدخل مصر عبد الناصر في اليمن وتدخل مصر السيسي مر 53 عاما، نصف قرن من الزمن لم يغير في واقع أهمية مصر الاستراتيجية في اليمن شيئا، لكن نصف قرن من التحولات جعلت من المملكة العربية السعودية غريم عبد الناصر الأول الحليف الأول للسيسي. وجاري التنسيق حاليا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة بشأن ترتيبات المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر في إطار عمل الائتلاف دفاعا عن أمن واستقرار اليمن. كان محتما أن يكون هناك تحرك عربي حازم تشارك فيه مصر من خلال ائتلاف يجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأطراف دولية بهدف الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه الشقيق. بعد بدء عاصفة الحزم أعربت مصر عن استعدادها لإرسال قوات برية إلى اليمن في حال تطلب الأمر ذلك، خطوة كان عبد الناصر قد أقدم عليها عام 62 إبان ثورة 26 سبتمبر التي انتفضت على المملكة المتوكلية اليمنية بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين. أرسل عبد الناصر 70,000 جنديا إلى اليمن لدعم انقلاب المشير عبد الله السلال، فيما دعمت السعودية والأردن وبريطانيا الإمام حميد الدين. أكثر من 5 سنوات استنزف الجيش المصري، استنزاف أثر في أدائه في حرب عام 67، ما دفع عبد الناصر إلى سحب جزء كبير من قواته من ذلك البلد. الملك سعود كان عنده حالة هستيريا وبدأ يبعث السلاح إلى نجران وإلى جيزان. من أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك. بين التدخل المصري الأول والتدخل المصري الثاني 3 فروق تشرح أمورا كثيرة. طبق موقف عبد الناصر آنذاك موقف الاتحاد السوفيتي تجاه القضية اليمنية، فيما طابق الموقف المصري اليوم مع الولايات المتحدة التي باركت الضربة العسكرية. تدخل عبد الناصر عام 62 لدعم الثورة على الملكية، فيما يتدخل السيسي اليوم رفضا لانقلاب الحوثي على الرئيس عبد رب منصور هادي وخوفا من تأثير ذلك في الملاحة بقناة السويس. على أن الفرق الثالث والأبرز بين الأمس واليوم قيادة مصر عبد الناصر وجيشها معركة اليمن في وجه السعودية، فيما تكتفي مصر السيسي بعرض خدماتها على السعودية. آدم شمس الدين، قناة الجديد. ما أهمية باب المندب الاستراتيجية؟ تقرير رامز القاضي.
باب المندب يكاد يكون أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها احتضانا للسفن وبوابة عبور ل30% من نفط العالم، حيث يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن. ربما هذا ما يبرر هذا التحالف الإقليمي الكبير المدعوم أمريكيا، عندما استشعروا خطر سيطرة الحوثيين على هذا المضيق ومن خلفهم إيران. بنظرة سريعة على جغرافيا المضيق نرى أن المسافة بين ضفتيه تصل إلى 30 كيلومترا، وتقسم جزيرة بريم المضيق معبرين شرقي وغربي، وهو الممر الرئيس للملاحة. أما أهميته فتكمن في كون نحو 21,000 سفينة تمر منه، فيما كمية النفط العابرة هي نحو 3 مليون برميل نفط، أي 30% من نفط العالم. المضيق الآن تتحكم فيه جزيرة بريم التي تبلغ مساحتها نحو 13 كيلومترا مربعا. السؤال الذي يطرح نفسه أنه هل القراصنة الصوماليين بعدما قاموا بهذه الأعمال ضد الناقلات النفط العملاقة، من وراء هذه العمليات نرى أن اليوم في باب المندب هناك أكثر من 26 أسطول لدول متواجدة في المنطقة، وهذا يدل على أن باب المندب هو من الممرات المائية المهمة. من يسيطر على باب المندب ويسيطر على هذه الممرات يملك القوة الاقتصادية بوصول الطاقة، والطاقة يمكن يكون نفط ويكون غاز. وأيضا أنه إسرائيل التي هي أيضا باب المندب يشكل مرور 30% من أسطول التجاري تجاه الدولة العبرية، كمان تهتم اهتمام كبير بما يحصل اليوم في اليمن. التهديد المحتمل للمضيق يأتي من جهتين بحسب التقديرات الدولية، وهما تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا. في المقابل هناك تمركز للقواعد والأساطيل الأجنبية، ولا سيما الحامية الأمريكية في جيبوتي وتضم حوالي 1300 جندي، فيما الحامية الفرنسية في جيبوتي أيضا تضم 2700 جندي. المملكة العربية السعودية ستكون ضمن ما يسمى الإيتوب الفرنسي كماشي القاعدة في الجنوب في اليمن. إذا انتصروا على الحوثيين وحلفائهم ستقوى القاعدة. وأيضا ضمن الإيتو الثاني الفك الكبش الثاني اللي هي داعش. لحد هلا شفت البيان الصادر عن داعش إنه التحالف هيدا للمملكة العربية السعودية والدول العربية إنه مش لصالح السعودية بالضح. بس أنا بعتقد اليوم لصالح السعودية إنه الدولة الإقليمية بامتياز أن تقود الحوار، ولو كان في عاصمة غير عاصمة الرياض أو صنعاء نكون بمسقط. ليش لا؟ وتبقى أهمية باب المندب مرتبطة ببقاء قناة السويس ومضيق هرمز مفتوحين على الملاحة أمام ناقلات النفط خاصة، وأي تهديد لهذين الممرين أو قناة السويس وحدها يحول السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح. لحصول العامل الأجنبي على إجازة عمل في لبنان عليه أن يختار مهنة لا يزاولها اللبناني، قرار يعتبره المواطن حلما والعامل الأجنبي كابوسا، فكيف يطبق؟ تحقيق نوال بري. صلي هون شي اليوم 7 شهور، صلي مخالف شي شهر، لأين كفيل؟ بس عم يروح يشوف الشروط، عم يطلع الشروط شي مجحف حتى بحق اللبناني. انه بدك تامين صحي واجتماعي ومسكن لائق و100 الف شغله، بيقول لك هني مرتي ما فيني كفالة هيدا الحكي. اذا رجعنا على بلدنا النظامي بدك تروح على الجيش، وبدك ترجع اهلك بتعرف الوضع بحلب ماساوي، مش عارفين شو بدنا نعمل. انا معك، ما عن حق، هني ما عن حق، بس احكي باللبناني، ما تحكي للبناني شغل بالباطون ما بيشتغل. بس مع احترامي انه اللبناني بس بيحب يحكي حكي، بيحبوا بس يحكوا يقولوا سوري سوري سوري، كأنه سوري صار أكثر من يهودي. هكذا بات حال العامل السوري في لبنان يبحث عن كفيل صعب الإيجاد، وإن وجد فإن مصير هذا العامل مرتهن بوزير العمل سجعان قضي، فهو بدأ وتزامنا مع إقرار قانون الكفالة بدراسة كل طلب كفالة لعامل أجنبي وليس فقط سوري، وإن كان باستطاعة اللبناني القيام بهذا العمل يقابل الطلب بالرفض.
هذا القرار سرعان ما أصبح حديث العمال السوريين ومعهم أصحاب المؤسسات من مهن حرة وصولا إلى مستشفيات وحتى جامعات، قبلت برفض إعطاء كفالات لعمال أجانب من ممرضين سوريين وأساتذة جامعيين مصريين وأوروبيين، حتى العمال الأجانب من هنود وبنغلاديش وسودانيين الذين يعملون خارج إطار التدبير المنزلي باتت كفالاتهم تدرس وعلى قاعدة الواسطة ممنوعة وبدون إحراج. ما بيجوز نتعاطى بلبنان بوزارة العمل أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة مع السوريين بشكل عدائي أو عنصري. هالتضامن له حدود المصلحة الوطنية على صعيد الأمن ومصلحة اليد العاملة اللبنانية على صعيد المهن، والسوري له حق يعمل بلبنان في كل المجالات يلي ما منلاقي فيها يد عاملة لبنانية. ما تقلي لأنه هالمليون ومية وسبعين ألف لبناني تحت سقف الفقر ما بيقبلوا يشتغلوا بمهن بسيطة. ليه نحن هون بدنا نطبق النزوح المهني مثل ما قبلنا النزوح السياسي والعسكري؟ أولاً الناطور، رح أحكي ناطور، أصحاب البنايات بدهم سوري أو فلسطيني أو بنغلاديشي أو هندي، لأنه بيعطوه 200 إلى 300 دولار بالشهر، ما بيعملوا له ضمان، ما بيعملوا له تأمين صحي، بينما في عنا مئات من اللبنانيين بيشتغلوا نواطير بنيات، إذا بيعطوا المعاش الطبيعي، إذا بينعملوا ضمان اجتماعي والتأمينات الصحية الضرورية. أنا لا أضيق على الأجانب، ولكن أنا أفسح المجال أمام اللبنانيين. إجينا خبر إنه مطعم صاحبه سوري وكل الموظفين فيه سوريين، بعتنا عملنا 37 ضبط، كل ضبط بمليونين وسبعمائة ألف ليرة. وبحسب تقارير الوزارة فإن عدد إجازات العمل للعمال الأجانب وصل إلى 50,000 عام 2013، ليصبح عام 2014 عند استلام قصدي 29,000، أي انخفض بنسبة 42%، ويتوقع قصدي أن ينخفض أكثر هذا العام. لما بيكون عندي 25% يد بطالة وعندك من أصل 25% عاطلين عن العمل، عندك 36% بعمر الشباب، ولما بيكون عندك بلبنان من وقت بداية النزوح السوري إلى اليوم، يعني بهالأربع سنوات، زاد عدد العاطلين عن العمل بلبنان 346,000. طيب لما بتكوني أنت محلي وبتشوفي هالأرقام، أكيد بدها ترجف إيدك اللي بتقولي مع الموافقة لأي أجنبي بيشتغل على حساب اليد العاملة اللبنانية. المواطن اللبناني الكادح يجد في القرار إنصافا له، أصحاب العمل يعتبرونه ضربة لهم، والعامل السوري أو حتى الأجنبي المستعد أن ينام في ورشة أو حتى في غرفة تتسع له ولعائلته لن يتوقع أن يجد العدل خارج بلده. ومجددا يؤكد الواقع أن العدالة الاجتماعية نسبية وظرفية. نوال بري، قناة الجديد. ونتيجة لمتابعة الشبكات الناشطة في مجال التزوير وبعد تكثيف الاستقصاءات والتحريات، دهمت قوة من المديرية العامة للأمن العام أحد المكاتب في منطقة الحمرة في بيروت، حيث عثر على أجهزة إلكترونية وأختام تستعمل في عمليات تزوير المستندات السورية، وجرى توقيف صاحب المكتب السوري سين شين، وبعد التحقيق معه اعترف بنشاطه في هذا المجال، وقد أحيل إلى القضاء المختص، وتتابع القضية على النحو المناسب لكشف باقي أفراد العصابة. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المشتبه فيه بقتل الصيرفي في ساحة شطورة، وذكرت المعلومات أن حاجزاً للفهود في رياق أوقف ألف عين للاشتباه بأنه هو من أطلق الرصاص على الصيرفي عبدالله الحسن في ساحة شطورة. زلزال افتراضي يضرب مدينة صيدا. انتشرت القوى الأمنية على طول الكورنيش البحري فيما عكرت أصوات أجهزة الإنذار صفو أجواء المدينة، وتجمعت حشود مدنية حول حفرة كبيرة حوت سيارات مدمرة وارتفعت على جوانبها سواتر من التراب والأحجار. يا
على الطريق المؤدي إلى وسط مدينة صيدا وأمام مدرسة المقاصد نصبت خيم بيض كبيرة، واستنفرت قافلة لسيارات الدفاع المدني ذات اليمين وأخرى للصليب الأحمر ذات الشمال. أما بحر صيدا فغزته زوارق الإنقاذ البحري وقطعات من خفر السواحل التابعة للجيش اللبناني، حيث بدا الترقب سيد الموقف. يقول أحد متطوعي الصليب الأحمر إن زلزالاً سيضرب المدينة في تمام الساعة 11، ويوضح أن الفرق المستنفرة جاءت من صيدا وكامل الجوار لخدمة أهلهم وإغاثتهم. نتيجة تسرب مادة البنزين بإحدى السيارات اندلع فيها حريق، وفدنا من الدفاع المدني أن هناك حريق في إحدى السيارات. إطفاء بلدية صيدا فوج الإطفاء إلى المكان للمعالجة بوصف السيارة. الحدث الصيداوي هو مناورة مشتركة بين الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف تنظمها اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث بالتعاون مع السفارة السويسرية في لبنان ومحافظ الجنوب منصور ضو وبلدية صيدا، وهي تحاكي زلزالا يضرب المنطقة ويوقع إصابات بشرية متسببا أيضا بدمار في البنية التحتية للمدينة. وتشارك في المناورة إضافة إلى وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، كل من شرطة بلدية صيدا وفوج الإطفاء والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، وتشارك أيضا الجمعيات الأهلية في المدينة للوقوف على استعدادها لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات. وكالعادة لم يعلن عن المناورة مسبقا، ولم توضع لافتات تنبئ المواطنين بإقفال الطريق ما تسبب بزحمة سير وبلبلة للالتفاف حول الطريق لاتخاذ طريق آخر. ومن الكوارث الافتراضية إلى الكوارث الواقعية، فقد شب حريق داخل مخيم للنازحين السوريين على الطريق البحري في منطقة العبدي، وأتت نيران على محتويات 7 خيم تؤوي ما يزيد على 30 شخصا. وناشد النازحون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الالتفات إلى وضعهم وتقديم المساعدات اللازمة، خصوصا أن الأوراق الثبوتية وكل القسائم قد احترقت. نتابع النشرة. جبهة النصرة تسيطر على أحياء من مدينة إدلب. يا الله يا الله هم لا يعجزونك يا الله. تمكن مسلحو جبهة النصرة وحلفاؤهم من السيطرة على معظم أحياء مدينة إدلب شمال غربي سوريا مع تراجع الجيش السوري بسبب قتال شوارع عنيف. وأظهر شريط فيديو بثته الجبهة على موقع اليوتيوب عددا من المقاتلين في شارع قالت إنه في مدينة إدلب. وأفاد مصدر أمني سوري عن خروق نفذتها مجموعات مسلحة في أطراف المدينة، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال دائرة بين الطرفين. وأوضح المصدر الأمني أن المجموعات المسلحة أحدثت خرقا في المدخل الشرقي باتجاه أطراف المدينة الصناعية والمتحف الوطني، وقد جرى صده، كما دخلت مسافة تتراوح من 200 إلى 300 متر من الأطراف الشمالية باتجاه الأبنية السكنية. وأحدث المسلحون جيبا من الجهة الشمالية الشرقية صد أيضا وأوقف تقدمه. وأضاف المصدر أن بعض الاختراقات حدثت في أطراف المدينة غربا من ناحية مدرسة التمريض وكلية التربية، حيث دخل المسلحون وتمركزوا في الأبنية حيث بني خط دفاعي لصد الهجوم، وقد غادر عدد من السكان المدينة فيما بقي آخرون. وقال المرصد السوري المعارض إن جبهة النصرة مدعومة من أحرار الشام وفصائل إسلامية عدة سيطرت على معظم أحياء إدلب باستثناء المباني الحكومية والأمنية. تعال خد
وأضاف إنه منذ دخول هؤلاء المسلحين المدينة مساء الخميس تتراجع قوات النظام وهي حاليا في ثكناتها. وتحدث المرصد عن معارك عنيفة في الشوارع من الليل حتى الصباح، مشيرا إلى أن الهجوم نفذه منذ الثلاثاء عدد كبير من مقاتلي المعارضة. وفي حال سقوطها ستكون إدلب ثاني مركز محافظة تخسره قوات النظام بعد مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. القوى الدولية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران. التقى وزراء خارجية القوى الدولية الست التي تتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي في سويسرا قبل أيام فقط من الموعد النهائي للاتفاق النووي، في ظل تفاؤل باقتراب إنهاء المفاوضات بنجاح. وبعد وصوله إلى مدينة لوزان قال فرانك وولتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات تدخل المحادثات في المرحلة النهائية، والأمتار النهائية هي الأكثر صعوبة لكنها أيضا حاسمة. آمل فقط ألا نهمل محاولة الوصول إلى اتفاق نهائي هنا بعدما تحقق في الأشهر 12 الماضية. أعتقد أن النهاية ستكون ناجحة للمحادثات النووية مع إيران، وستساعد في جلب بعض الهدوء إلى الشرق الأوسط. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني مطلع قوله أن إيران والقوى الدولية الكبرى قريبون من التوصل إلى اتفاق من صفحتين أو ثلاث كأساس لمواجهة استمرت 12 عاما حول طموحات طهران النووية. وأضاف اقتربوا جدا جدا من الخطوة النهائية، ويمكن أن يوقع الاتفاق أو يتفقوا عليه ويعلنوه شفويا. بينما ردد مسؤولون آخرون هذه التصريحات وحذروا أيضا من أنه لا يزال هناك نقاش ساخن حول عدد من القضايا الحاسمة. في هذا الوقت كان وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف يلتقي نظيره الأمريكي جون كيري في لوزان لبحث في تفاصيل الاتفاق ورفع العقوبات الدولية عن طهران. وأشار وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس إلى أن بعض العقبات لا تزال موجودة ويجب تخطيها. أي اتفاق كان يجب أن يكون صلبا. إيران لديها الحق في الحصول على الطاقة النووية للأغراض المدنية، لكن ليس ما يتعلق بالقنبلة النووية. ومن المقرر أن تلتقي القوى الدولية الست إيران الأحد، وطلبت تلك الدول من إيران تقليصا كبيرا لبرنامجها النووي والسماح بتفتيش مفاجئ لمنشآتها النووية. في المقابل حصلت طهران على تعهدات برفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها على مراحل، لكنها طلبت رفع جميع العقوبات فورا. في نيجيريا جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل المواجهة بين الجيش وجماعة بوكو حرام شمال شرقي البلاد. وتنافس في الانتخابات الرئاسية رئيس المنتهي ولايته جودلاك جوناثان وخصمه محمد بخاري، فيما عكر أجواء الاقتراع هجمات إرهابية استهدفت ناخبين في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. إضافة إلى ذلك خذلت المكننة الرئيس وزوجته، إذ لم يتمكنا من التعريف بنفسيهما بواسطة نظام القارئ الإلكتروني في وقت تعرض موقع لجنة الانتخابات على الإنترنت للقرصنة. سببت السلطات الإندونيسية عن طريق الخطأ في جعل سكان حي في جاكرتا يشعرون بالانتشاء بعد أن أحرقت أطنانا من مخدر الماريوانا. وبحسب وسائل أعلام محلية قامت الشرطة بحرق أكثر من 3 أطنان من الماريوانا، ما تسبب بشعور السكان بالدوار والصداع وتشوش الذهن مع انتشار الدخان في الحي بالكامل. وأكد العديد من السكان أن الرائحة كانت قوية ومنعشة، وقد أحرقت الشرطة مع الماريوانا كميات من أنواع أخرى من المنشطات. إلى صحف الأحد، والبداية مع الديار. العدوان على اليمن أدخل الخليج في فوضى وحرب شاملة. مأزق القمة هو إرسال قوات برية والغرق في رمال اليمن. كلمات المشاركين في القمة العربية. اجتماع حاسم بين إيران والسداسية الدولية. تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة. في صحيفة المستقبل، الملك سلمان رفض تدخل قوى إقليمية، والسيسي أكد أن العاصفة لوقف التمدد الإيراني لا محدود. قمة الحزم، العرب يستعدون المبادرة. استياء عربي وأممي عارم من كلام نصر الله وإشادات واسعة برد الحريري. سلام، لبنان يؤيد موقف العرب في اليمن. عاصفة الحزم تحقق أهداف المرحلة الأولى. في الحياة،
خادم الحرمين يؤكد التمسك بإنقاذ الشرعية اليمنية، والسيسي يشدد على القوة العربية المشتركة، إدانة عربية لانقلاب الحوثيين وتدخلات إيران. غابت الخلافات فتيسرت الإجراءات. غارات عاصفة الحزم استهدفت بطاريات صواريخ باليستية ودمرت معظمها. الحوثيون يستخدمون مدنيين دروعا بشرية. المعارضة على تخوم اللاذقية وتنجح في عزلها عن حلب. إدلب ثاني مدينة تفلت من قبضة النظام. وختاما مع عناوين الشرق الأوسط، تطورات اليمن وإنشاء القوة العربية المشتركة يهيمنان على قمة شرم الشيخ. تأييد عماني للشرعية وصالح يدعو للحوار ووقف الضربات. الملك سلمان: عاصفة الحزم مستمرة وأبواب الرياض مفتوحة لمن يريد الاستقرار. مخاوف من تشكيل النصرة كيانا موازيا لداعش. إدلب ثاني مدينة سورية تخرج عن سيطرة الأسد بعد الرقة. كان في النشرة سلام يدعو لتحييد لبنان عن كل الصراعات. ونؤكد تأييدنا إنشاء قوة عربية مشتركة. قمة اليمن في شرم الشيخ. وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف. واللبناني تعصف به رياح الحزم. هاو جماعة، هاو السدية، وهاو المتابلة بدن يخلفون ببعضهم. هلأ أنا بوامر متفق. غارات تستهدف مراكز عسكرية وتحصد ضحايا مدنيين. النصرة تسيطر على إدلب. وكان في الخاص وزارة العمل اللبناني أولا. أنا لا أضيق على الأجانب، ولكن أنا أفسح المجال أمام اللبنانيين. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.